مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا من جديد. تسعى إدارة المرور من خلال قسم التحريات وحجز المركبات إلى تطبيق القوانين المرورية ومعاقبة المخالفين بحجز مركباتهم المخالفة. نعم، وفي هذا الإطار تستقبل ساحة حجز المركبات التابعة لإدارة المرور بشكل يومي السيارات اللي سجلت عليها مخالفات تستوجب حجزها. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. سيارة إضافية تنضم إلى مئات السيارات المحتجزة داخل ساحة حجز المركبات التابعة لإدارة المرور بالمنطقة الصناعية. الأسباب التي أوصلت هذه المركبات على اختلاف أشكالها وألوانها إلى هذا المكان عديدة ومتنوعة، فهنا يتم احتجاز السيارات التي عليها مخالفات قد تشكل خطورة على أصحابها وعلى الآخرين، كما يضم المكان السيارات التي تعرضت لحوادث سير كبيرة أو التي تدخل في إطار قضايا قانونية. تتفاوت مدة حجز السيارات الموجودة هنا بحسب السبب، ويجري استقبال المراجعين في قاعة مخصصة لذلك، حيث يمكن لأصحاب السيارات المحتجزة متابعة أوضاع سياراتهم واستلامها في حال استيفاء الشروط اللازمة لذلك. ويعتبر حجز المركبات المخالفة إجراءً تأديبياً يتوقع أن يساهم في ردع السائقين عن بعض الممارسات الخطيرة التي تهدد السلامة العامة على الطريق. للحديث أكثر عن الموضوع معنا في الاستديو الملازم أول حمد النعيمي، ضابط قسم التحريات حجز الصناعية وزارة الداخلية. يا مرحبا ومسهلا بك. أرحب بك على فضله. مرحبا ومسهلا فيك ملازم أول حمد النعيمي. في البداية يعني ودنا لو تحدثنا عن اختصاص قسم التحريات وحجز المركبات. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر قناة الريان على استضافتهم. أما بخصوص اللي هو التحريات وقسم حجز الصناعية، التحريات عبارة عن دوريات تكون بهيئة مدنية اختصاصها نفس دوريات الحركة، يعني مشابهة بس انها على هيئة مدنية تكون. فاختصاصها المخالفات كتابة التقارير. يعني اختصاصها هي مثل ما تقول اختصاصها انها تكون هي سيارات مدنية تتحرى عن المخالفين. نعم تكون نفس الكلام بالضبط. حمد لو تعلمنا شنو الهدف من انها تكون سيارة مدنية؟ الله يسلمك، في مخالفات ما تكون واضحة حق الدوريات الرسمية مثل تحفيز التلاعب والصوت، سائق المركبة نفسه ما يرتكب هالمخالفات قدام الدوريات الرسمية. فدوريات التحريات تقدر تقول أنها دورية مدنية. ممكن أن سائق المركبة أنه يرتكب هذه المخالفة قدام سيارة المدنية، فالهدف من التحريات أن سائق المركبة نفسه ما يرتكب حتى المخالفة هذه قدام الدوريات الرسمية قدام السيارات المدنية. صح، واعتقد انه اذا شاف اذا تخالف مرة من دورية مدنية عقب بيجيه من نفسه خوف انه خلاص إن ما يخالف، اساس انه ممكن اي سيارة من اللي واقفة جنبه تكون سيارة مدنية. احنا يمكن نتمنى انه ما يكون يعني نتمنى من الخوف، يعني الهدف من الدورية اصلا مش المخالفة، الهدف منها مثل ما التوعية قبل اللقاء قال الهدف الله يسلمك اللي هو يكون انها الشخص نفسه انه ما هو بانه يخالف، هاي مصلحته في النهاية. إذا هو الشخص عرض حياته وحياته للخطر، يعني هذه تكون يعني قدام الدوريات الرسمية يعني تقدر تقول ما يخالف، لكن قدام الدوريات السيارة المدنية إذا خالف الشخص يعني أهم شيء عندنا السيارة المدنية إنه ما يكون يعرض حياته وحياتهم للخطر، اللي هو تحفيز التلاعب أو صوت أو سباق أو هذا قدام السيارات المدنية، أهم شيء مصلحتهم. ملازم حمد لو تكلمنا شوي عن حالات حجز المركبات. الحالات الله يسلمك أكثر الحالات هي تقدر تقول الصوت، مخالفات يعني الصوت، تحفيز التلاعب، السباق، القيادة برعونة عدم احتراز، اللي هو أيضا في مخالفة اسمها أعتقد تغيير الجوهري أو شيء كذا. إيه نعم. إيش المقصود فيه؟ التغيير الجوهري الله يسلمك عبارة أن الواحد مثلا يسبق سيارته بدون إذن المرور.
ويصبغها يعني تشيك عليها في السيستم يبين لون السيارة أبيض. يعني صبغها ولا غير في الاستمارة؟ نعم ممكن يصبغها أسود ويبين عندنا في السيستم أنها السيارة لونها أسود. نعم نعم. فهذه الحالات اللي تحجز على أساسها السيارة؟ لا هذا تغيير جوهري نعم ممكن أنها تنحجز عليها. نعم نعم. طيب لو بنتكلم عن آلية وطريقة حجز السيارة، شنو هي الآلية؟ طال عمرك اللي هي يا أنها تنضبط في نفس الوقت يعني من قبل دوريات التحريات يضبطون السيارة في نفس الوقت إذا هم خالف، إذا ما قدروا أنهم يخالفون السيارة في نفس الوقت أو يضبطون المخالفة ممكن يكون مسرع أو شيء يكتفي أنه يسجل رقم السيارة. نعم. بعد ما يسجل رقم السيارة يدخل طلب في الجهاز. نعم. في السيستم تبينها مطلوبة. فبعد ما يدخل الطلب في الجهاز والسيارة تبينها مطلوبة ممكن الدوريات الرسمية دوريات الحركة أو دوريات الفزعة أو دوريات الأخوية تأكد يعني في نقاط التفتيش إذا هذه السيارة كانت مطلوبة أو لا. في تعاون بينكم كلكم؟ إيه نعم. السيستم تدخل عندهم كلهم؟ نعم تدخل يتأكد من السيارة أنها مطلوبة أو لا في السيستم يبين عندهم كلهم. حمد لو تكلمنا عن فترة حجز المركبة وهل يتم في بعض الحالات المصالحة مثلا بينكم بين الشخص؟ فترة حجز المركبة أجاز القانون لمدير المرور أنه يحجز 3 شهور. نعم. يعني هذه 3 شهور هي قابلة التجديد أو في 3 شهور على المخالفة الله يسلمك، وفيه عندك اللي هو ممكن أن نتصالح مثل ما تفضل أخوي أحمد. يتم التصالح إذا كان مثلا مخالفة عنده مخالفة ممكن أنك تحولها غرامة مالية. نعم. مثل اللي هو الصوت تحفيز الصوت المخفي اللي هو التغيير الجوهري، هذه فيه مخالفات غرامية بإمكانك أن تتصالح مع الشخص كأول مرة، ممكن يجيك الشخص تكتفي بس أنك تأخذ معه مخالفة. نعم صحيح، خاصة إذا كان ما له سوابق أو شيء. نعم تعطي إذا ما عنده سوابق ممكن كإجراء أول أني أنا أتصالح وياه بس أكتفي في المخالفة بدون الحجز. نعم. لكن إذا تكرر الفعل من الشخص هذا ممكن لازم تنحجز السيارة، يبين عندنا في الجهاز أن هذا الشخص أنه عنده أسبقيات. نعم. جميل. ملازم حمد يمكن لو نتكلم عن فترة الحجز اللي هي 3 شهور أنت تتكلم عنها، هل هي فترة أنت تشوفها كافية لردع المخالفين؟ شوف أخوي طالما في عندك الله يسلمك اللي هو على حسب الشخص نفسه، في أشخاص ينحرج إذا أنت تجيه تقول له أنت بس مخالف أو أنك تأخذ عليه تعهد هو من نفسه ما عاد يخالف. نعم. وفي ناس الله يسلمك تحجزه 3 شهور هذه وقاية حق نفسه. نعم. يعني ممكن أنت بس تحجزه 3 شهور في بالي يخالف بس ناخذ معه رادع اللي هو 3 شهور عشان هو ما يعرض نفسه للخطر ويعرض حياة الآخرين للخطر، يعني تكون 3 شهور هذه تقدر تقول وقاية يعني حق الشخص نفسه. نعم. جميل. نعم. طيب إذا حد عنده مركبة انحجزت ومر عليها 3 شهور ولا راجع فيها، شنو الإجراء اللي تاخذونه؟ يتم اتصال بصاحب المركبة وبلاغه أنه يجي يستلم السيارة. طبعا إذا ما توصلنا له أو تلفوناته مسكرة أو غير تلفوناته نعطيه فترة 3 شهور 6 شهور. ست شهور بعد 6 شهور يتم الإعلان في الجرائد الرسمية أن مثلا أن في سيارات عندنا موجودة يرجم يعني ملاك المركبات اللي في حجز الصناعية أنهم يتم أنهم يراجعون حجز الصناعية وأخذ المركبات. طيب في حال ما جو ولا ما توصلوا هذا معك. بعد الإعلان ينزل إعلان ثاني إعلان مزاد تعتبر هذه السيارات مهملة. نعم. السيارات هذه مهملة بعد 6 شهور في القانون أجاز القانون أنها بعد 6 شهور أنها تشطب المركبات هذه. نعم. بعد 6 شهور من الإعلان بعد 6 شهور إذا أهملها من بعد ما أهملها 6 شهور يتم الإعلان. نعم. عن السيارات بعد إذا ما جاء بعد الإعلان يعني أول شيء نتصل لها هاتفيا. نعم. ما منا جواب نعلن عنه في الجريدة جيدة. بعد ما نعلن في الجريدة نعطي بعد مجال حول الشهر بعدها يتم شطب المركبة. نعم. وعرضها في المزاد. يعني. طيب لو نتكلم لو عدد تقريبا عن عدد المركبات المحتجزة. والله أخوي أحمد مثل ما تقول هو العدد مش ثابت قبل زيادة وقبل ذي، ممكن أنا أكلمك الحين ممكن سيارات تنحجز وفي يعني الصبح سيارات تنفرج عنها. نعم. نعم. ملازم أحمد يمكن لو أحمد لو بتكلمنا تعطينا نصايح مثلا لمرتدين الشارع ولسجون السيارات. أكيد أحمد مرت عليك مواقف واجد دامك انت صار لك سنتين في هالمجال فتعطيهم نصائح للشباب. نتمنى ان شاء الله من الشباب انهم يتقيدون من نظام المرور ويتاكدون ان هذا القانون لصالحهم لمصلحتهم في النهايه. نعم. ونتمنى منهم ان شاء الله ان التزام 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 في قانون. نعم ان شاء الله باذن الله. الملازم اول حمد نعيمي ضابط قسم التحريات حجز الصناعيه في وزاره الداخليه، شكرا لحضورك معنا اليوم. الله يعطيك العافيه يا حمد. شكرا.
بالانتقال إلى موضوع آخر وتحت رعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم افتتاح برنامج حملة الأقصى. نعم، تفاصيل أكثر عن هذه الحملة في هذا التقرير. فكرة هذا المعرض هي تأتي ضمن أنشطة وزارة الأوقاف التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الإسلامية، تعزيز العقيدة الإسلامية، تثبيت الثوابت المعروفة. فنحن ضمن هذا السياق جاء هذا المعرض، وحقيقة يمكن الناس تتفاجأ لماذا أتى في هذا الوقت وما هي المناسبة. أنا أقول عدم وجود حدث هو أدعى لإقامة مثل هذه المعارض، لأن لما تأتي إلى الوقت الذي قد يغفل فيه الناس عن قضية مهمة فتحييها، أنت يعني تحافظ على استمرارية الاهتمام بهذه القضية. القدس هي عقيدة وليست عادة وليست قضية قومية، إنما هي عقيدة إسلامية. فنحن نتحدث في هذا المعرض من هذه الناحية، نريد أن نعزز في قلوب الناس النشء والرجال والنساء المسلمين وغير المسلمين أن قضية القدس بالنسبة لنا هي قضية عقيدة ينبغي أن تستمر حاضرة في قلوبنا، ندافع عنها، نسعى إلى تحرير الأقصى من كل ما تعلق به من دنس اليهود المغتصبين. يا روضة صلى بها المختار في الرسل. هذا المعرض إن شاء الله مستمر لمدة 3 أسابيع، سيعلن خلال هذه الفترة عن جدول يتعلق بأوقات كل فئة، ونتمنى إن شاء الله من الإخوة جميعا أن يشرفونا ليشاهدوا حقيقة ما يسر ويعيش أجواء مع هذه القضية العظمى اللي هي قضيتنا اللي تعتبر الآن هي مصيرية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. عيني تغفو، روحي تصفو، تدعو الرب. نظمت شركة ميرسك قطر البترول وقطر البترول نسخة الثانية من التحدي السنوي الصحراوي تحت إطار حملة لنعمل ضد مرض السكري، ذلك على مدى 2 أيام في منطقة زكريت. وجمع الحدث مبلغ $100,000 لصالح الجمعية القطرية للسكري. خلنا نشوف مع بعض هذا التقرير. يهدف التحدي الصحراوي إلى نشر ثقافة بناء الفريق والتعارف في أجواء تحد تدور جميعها حول التوعية للوقاية من مرض السكري. تواجه هذا العام 29 متباريا ضمن فرق في سلسلة مهمات، منها التوجيه بواسطة جهاز GPS، إنجاز مشروعات بناء، بالإضافة إلى حل مشاكل فرق التحدي في 4 مراحل في البر والبحر. أما الفوز بالحدث فيستدعي من الفرق المزج بين سرعة البديهة والأداء الجسدي العالي والعمل الجماعي ضمن استراتيجية متقنة وقوية. هدف هذه المنافسة تعليم الناس الفريق العمل، كيفية الاتصال، كيفية التخطيط، وهذا بالإضافة أنها في نوع من المتعة. كان لهذا التحدي 4 مراحل، منها مرحلة تحد في إيجاد حروف معينة وجمعها لتأليف كلمة محددة من مضمون مرض السكري، إذ كانت هذه الحروف مخبأة في أماكن تتطلب استخدام آلة GPS للبحث عنها. اخترت هالمسابقة على أساس يعني أكون حيوي أكثر، يعني أعود نفسي على النشاط أكثر. ممكن أنا يعني تكون عندي مثلا طرق فشلون أبتعد عن السكري وأفيد فيها غيري بعد في مجتمعي أيضا. مرحلة أخرى تضمنت اختيار حجم معين من قطع الشوكولا يحتوي على سعرات حرارية، وينبغي على الفرق حرق تلك السعرات الموجودة في القطعة التي تم اختيارها، فيقوم كل فريق بتركيب ميزان لقياس وزن قطعة الشوكولا
ويتم حرق السعرات عبر إنجاز دورات على مضمار الجري، وكذلك عبر تسخين قدر معين من الماء في سخانة. جرى التحدي الأخير في اليوم الثاني وسط رياح باردة مصحوبة بالأمطار، ما جعل التحدي أصعب على المشتركين والفرق. الواحد يعني هالأنشطة توعيه وتخليه دائما يحافظ على لياقته، وبعدين إنه يكون في توازن بين الأكل وبين اللياقة والنوم، فيعيش حياة متوازنة بشكل عام عشان يتفادى أمراض مثل السكري. انقسم هذا التحدي إلى قسمين، أولهما اختبار الصحة العقلية عبر لعبة لوحة بسيطة، وثانيهما وهو الأهم اختبار الصحة الجسدية عبر صنع كل فريق لقارب يسلك مساراً محدداً في البحر بغية زيارة عوامات مرقمة حسب عدد الفرق بالترتيب، ويجب على كل عضو في الفريق أن يقطص عند نقطة المراقبة المربوطة بكل عوامة. سعت هذه الحملة من خلال المسابقة إلى تحقيق هدف مشترك بين ميرسك للبترول وقطر للبترول في مكافحة السكري وإنجاز رؤيتهم في دعم نمط حياة صحي في الدولة، وذلك من خلال برامج تضيف تأثيراً حقيقياً ومستداماً إلى حياة عشرات الآلاف من القطريين. نحن نتمنى أنه تستمر مثل هذه، طالما هذا الاستمرار بيكون أيضاً سيكون أيضاً للجمعية القطرية السكري لها يعني بتستقبل مثل هذا الدعم من قبل المشاركين. وتعرفون جيدا انه نحن هدفنا في الجمعية القطرية السكري هي مساعدة المرضى المصابين بالسكري، خاصة استخدام مثل هذه الدعم لشراء الأشرطة لشراء الأجهزة، فأيضا نحن نشكرهم يعني على هذا المبادرة. يعني حلوة هذه الفعاليات في التوعية لمرض السكري اللي هو يعني يمكن يكون مرض منتشر في العالم. نعم. اعزائي المشاهدين بنطلع فاصل وبعدها بنتابع. بنك قطر الوطني ينظم فعاليات اليوم المهني المفتوح لتوفير فرص عمل جديده.